ذكر البربهاري في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية وابن بطة في الإبانة الكبرى واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن سفيان الثوري رحمه الله قال: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وذكر البربهاري وابن بطة واللالكائي بإسناد صحيح عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: لا تجلس إلى صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. قال: لا تجلس إلى صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. هم أعظم السراق، لأن السراق الذين يعتدون على مالك ويستلبون أشياءك إنما يأخذون عرضا من عرض الدنيا، وأما الذي يسرق قلبك ويسلب روحك فإنه يدمر آخرتك. هم أعظم السراق. قال الفضيل رحمه الله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. أخرجه أبو نعيم وابن بطة واللالكائي بإسناد صحيح. وقال رحمه الله كما ذكر البربهاري وأبو نعيم وابن الجوزي في تلبيس إبليس: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. هذا أصل من أصول الديانة ومعلم من معالم الشريعة، وهو أمس ما يكون رحما بعقيدة المرء المسلم، وهو من دعائم وعلائم منهاج النبوة كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.